حسيت عمري ما نساكت اوه نبقى جوال الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرعيا لما نولي لعمالتكم من كبير عناية وشديد اهتمام ولما أحطناه بها دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي عاملا عليكم خديمنا الأرض السيد عبد الحق حمداوي لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا ولما نعرفه فيه من قدرة على الاضطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأمطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة أمانتكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانها، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كذب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابقة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أشمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق. والسلام.
أود بداية أن أبلغ ساكنة العمالة عطف ورضا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما يطيب لي أن أهنئ بهذه المناسبة السيد عامل عمالة مقاطعات الفدا مرس السلطان على الثقة المولوية الثانية التي حظي بها متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة. والسيد العامل أهل لهذه الثقة بالنظر لكفاءته وتجربته في الإدارة الترابية بالعديد من مناطق المملكة وخصوصا على مستوى أقاليم وعمالات الراشدية والعريش والفاس وقلعة سراغنة وبولمان والخميسات. وفي إطار القيام بمهامه فإن السيد العامل لا شك سيستحضر مواكبة برامج التأهيل الحضري والتي تهم قطاعات متعددة كالتجهيزات الطرقية والنقل والتنقل والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية. كما سيستحضر العمل على تهيئة كل الوسائل من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا يساهم في تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية انسجاما مع التوجهات الملكية الثانية، حيث سبق لجلالته أن أكد أن المغرب قد دشن منذ فترة مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية، والتي ارتأينا أن تكون على رأس أولويات سياستنا العمومية على غرار ورش تأمين التغذية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة باعتبارها مشروعا مجتمعيا يضمن تعالية الولوج للخدمات الاجتماعية والصحية ويقوي دعامات المنظومة التضامنية الوطنية. انتهى كلام صاحب الجلالة. ومما لا شك فيه فإن المهام المتعلقة بالمساهمة في تفعيل نموذج التنمية البشرية والحفاظ على الأمن كذلك تحظى بأهمية بالغة، مما يتطلب معه العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين وتعبئة الموارد واتباع مقاربة تشاركية من أجل ضمان استدامة المشاريع التنموية وضمان تحقيق الأمن في العمالة. كما يجب الانخراط بجدية في إنساء دعام المصاري التنموي الذي تعرفه بلادنا، وهو ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أكد على ضرورة التشبث بالجدية بمعناها المغرب الأصيل من حيث التمسك بالقيم الدينية والوطنية وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك، والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد والصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك ومواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أود أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للسيد العامل السابق على كل الجهود التي بذلها لصالح هذه العمالة وعلى تفانيه في خدمة المواطنين. كما أتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بعد تعيينه عاملا على إقليم جرادة، مع الثقة الكاملة في أنه سيواصل أداء واجباته بكل كفاءة وإخلاص. كما يطيب لي أن أدعو ممثلي الإدارة الترابية وكذلك القوات العمومية من أمن الوطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال وقاية المدنية بالإضافة إلى كافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى مضاعفة الجهود لدعم تنمية العمالة ومد يد العون والتعاون للسيد العامل الجديد. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يحيطه برعايته ويسدد قرباه لما فيه خير لهذا الوطن، وأن يحفظ كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ويوفقهم لما يحب ويرضي، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمير المؤمنين اللهم صل وبارك في عمره، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم أرني الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، اللهم بارك في ولي عهدي وأخيه، اللهم بارك في ولي عهدي وأخيه، اللهم اجعل بلادنا فتنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب من أراد بلادنا بخير فاجزه كل خير، ومن أراد بلادنا بالشر فجاهده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.